الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، اوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. مساء الخير وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي. والنهاردة كالمعتاد بقالنا فترة الحقيقة، ميد واضح ان هو ركز تفرغ بيرقص مرشوش زي ما انتم شايفين وبيعملها تاني مع ايوه. ايه بقى؟ إيه؟ عمال اديله ترانسات وهاوس وكل حاجه ومفيش ده يعني. جدا انا كنت مشغول في التدريب بس لكن خلاص الموضوع انتهى يعني. فوز النهارده كويس. كام بقى يعني بتوصل التفوق النهارده 77-63 النهارده 36 27 مش زي المره اللي فاتت عشان كنت عامل تريبل باين. انا عندي اتنين ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي وحاطط اتنين بيلعبوا على طول، شار وكيلي بيلعبوا على طول، الاتنين ما لعبوش فجاه. بس صلاح عامل معاك عامل معاك الصح، صلاح عامل مع كل الناس يعني رقم كبير يعني. بس عايز اقول لك حاجه، ما انا كمان صلاح ضحيت في الاول واشتريته هو نشف يعني. انا قلت من زمان هاخده بعد شهر يناير. انت قلت ان هو هيفوق بعد شهر يناير. هو فعلا فاق بعد شهر يناير. صح ولا مش صح؟ وعارف كذا راوند. صح ولا مش صح؟ صح صح هتعلم اي حاجه انت تقولها صح. ما لو كان كسبان كان هيعمل فيه يعني، لو كان بيكسب. انا قلت لك ايه في الاول؟ انت مش هاخد صلاح دلوقتي، هاخده بعد يناير، ان هو هيفوق بعد يناير. وفاق الحمد لله. طب احنا السكور كده كان مكاسب كتير 27. انت يعني ما شاء الله. الاول خليني بس خليني احكي للناس الاول، جايين النهارده بالجديد دي جايزه رابطه نقاد الرياضيين في مصر. دي الجايزه الحقيقه اللي كل مصر بتختم عليها يعني، استمارات كل الصحفيين كل الرياضيين اختاروا برنامج ستارز اوف فانتسي هو برنامج العام في نسبه المشاهده. شيء الحقيقه هايل وحاجه رائعه. اول حاجه بنشكر كل الناس اللي عملوا فوتنج وصوتوا لنا ان احنا نبقى احسن برنامج. انا مبسوط جدا بالبرنامج، غير ان انا شغال مع ناس بنبسط وحبايبي حبيبي. البرنامج فعلا حلو ومبسوط. انا حقيقتك قلت لك حبيبي مش شكرتك. ايوه ما بقول لك انه لا لما تخلص هتكلم. ماشي. الفيدباك انا ضيف زي هو هيتكلم وانا هتكلم. الفيدباك عند الناس ورد الفعل انا ما كنتش متوقعه. كل الناس بتكلمني عن البرنامج والفانتسي، والناس متابعانا والناس داخله معانا بتلعب والناس متابعه التشالنج اللي موجود. فمبسوط جدا من الفيدباك اللي جاي من عند الناس يعني. حقيقه انت وحازم امام في اي حاجه الحمد لله، في اي برنامج لازم تكسر الدنيا. احنا الحقيقه واحنا ثلاثه مع بعض الحمد لله عاملين حاجه كويسه. يا رب دايما برنامج فريته كانت حلوه جديده، وزي ما بيقول ميدو يمكن الحاجه اللذيذه ان في ناس كتير جدا بتبعت لك على الفيسبوك ولا على الانستجرام على ما هو بيقول لك ميدو عمل على يقول ميدو ضايع يعني كويس انت سايبه يشيس لا يعني ماشيين كويس، الحاجه بنعملها بشكل كويس. بس الحاجه بقى الغريبه ان انا وميدو دايما احنا بعيد قوي عن الناس اللي بتلعب يعني، الناس اللي هي في ارقام ثانيه خالص، واحنا بعيد جدا عن الناس بصراحه. بس خلي بالك يعني بجد في ناس عايشه الموضوع بشكل اكبر بكثير. في ناس تعمل اكونتس كتير جدا، وفي ناس تعمل 3-4 اكونتس يعني تخش. بس في مكاسب كبيره جدا يعني. بس اول سنه كل الناس كمان اللي طبعا كل الناس اللي ورانا دي اللي ورا الكاميرات دي هي اللي مطلعانا بشكل كويس طبعا، وسمير وطبعا الرعاه اللي معانا اللي بيعملوا البرنامج بشكل جيد جدا ومخليه بشكل كويس الحمد لله طبعا. ال جي وزاد الاثنين عاملين معانا شغل كويس جدا، وزي ما قلت دايما الحمد لله احنا الثلاثه يعني عرفتنا حلوه مع بعض الحمد لله يعني. يا رب دايما يعني. واضح ان انت موضوع التفرغ بتاع التمرين ده خلاص بس مش عايزين نقول ان هو يا رب دايما يعني. لا 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 الحمد لله. الفريق اللي عملناه الاسبوع ده برده كان في كنا بنفكر ان احنا نغير، وقلنا لا نستنى اسبوع كمان. فالجول كيبر باتريسيو من وولفرهامبتون 8 نقط كلين شيت وسيفز وبونس. خط الدفاع ارنولد 6 نقط كلين شيت، اوريه 6 نقط كلين شيت. توتنهام وسيتي كان ماتش جامد جدا. سيتي هاجم كتير قوي. لا لا يعني انا كنت في الملعب في الماتش السيتي. انا وانا قاعد مش مصدق ان توتنهام هيكسبوا. انا حتى الناس كنت قاعد مع الناس الجمهور يعني الناس بتاع الدايركتورز وبتاع مش مصدقين ان توتنهام ممكن يجيب جول ويكسب. مورينيو كان منظم جدا وقدر ان هو يطلع بكلين شيت.
دينيه ايفرتون نقطه، محمد صلاح طبعا 32 نقطه هدفين وبونص، ديلي علي 3 نقط، مارسيال 3 نقط، ادامه تراوري 3 نقط، فيرمينيو 11 نقطه، سيباستيان اولر ويست هام نقطتين، وجوردن ايو نقطتين. تعلم الفرده اللي فوقتك. والله يا سيف طبعا صلاح اكيد هو الفواني. انا عملت الموضوع، عملت الاسبوع ده فري هيتس، دي طبعا برضه من الحاجات اللي انا عملتها، وقلت عشان انا كان عندي، كان ابراهيم المفروض مش هيلعب، فهو كان عندي كان موجود مصاب، وعندي ماني كان مصاب، وعندي جون ما بيلعبش، جازانيك بتحط جازانيك ما بيلعبش، وعندي كارتول ما بيلعبش كان مصاب برضه المفروض يعني، فكنت هلعب بخمسه غير مش موجودين، فعملت الفري هيتس وحطيت ناس. اول واحد طبعا رامس الحارس بورموث، وكان ماشيين كويس بورموث لغايه لما اضطر بينهم واحد وما بقاش كلين شيت للاسف، جاب ثلاث نقط، نقطه جاب سيف، فان دايك ست نقط طبعا كلين شيت، شار ومارتن كيل الاثنين ما لعبوش عندي عشان كده صفر ما خدش نقط للاسف الشديد، ما اعرفش ليه ما لعبوش مع ان دايما بيلعبوا، دول فرقوا معايا كتير قوي. صلاح طبعا 32، ديلي الي 3 نقط، دي بروين شفت ماتش مانشستر سيتي عمل ازاي، ضيع جوان كتير جدا يعني، ابو صلاح هو اللي عمل معاك، وجون فيك حطيته من شافت جاب نقطتين، لا فيرمينيو كمان جايب 11، هو ليفربول عمل لي كل حاجه ليفربول بصراحه يعني، فان دايك 6 صلاح 32 وفيرمينيو 11، اوميانج حطيته قلت يبقى فايق في الماتش ده، ضيع جون ما يضيعش، وكالفرت لاعب ايفرتون نوعا ما جاب نقطتين بقاله ثلاث اسابيع بيجيب جوان، فيعني مش هقدر اقصوا عليه يعني. طيب نروح كمان نتكلم على الاسبوع ال 25 او الجوله ال 25، وهل زي ما توقعناه ولا لا، نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا مع الثعلب والعالم. رجعنا لكم تاني ونشوف الجولة ال 25 والتوقعات كانت عاملة ازاي. حازم ليستر سيتي وتشيلسي 2-2 نتيجة طبيعية؟ نتيجة طبيعية يعني في ظل الأحداث وظل الظروف دي، لا طبيعية. ميدو أستون فيلا، أستون فيلا 2-1، أستون فيلا في موقف مش سهل، حظهم حلو إن الفرق اللي حواليهم بتتلخبط، فبس بورنموث فرقه كويسه. حازم كريستال بالاس، شيفيلد كويس جدا بس انا متوقع تعادل الماتش ده. نيوكاسل ميدو 0-0، ماتش كويس. واتفورد حازم ايفرتون، سير الماتش ما يديش النتيجه، واتفورد زي سبحان الله الايفرتون الاسبوع اللي فات بيتعادل في اخر دقيقه على ملعب ايفرتون 2-0، الماتش ده كان خسران 2-0 في اول نص ساعه، كسب 3-2 في اخر جون جابه في اخر دقيقه في الماتش، يعني دايما الكوره فيها كتير، وبصراحه انشيلوتي عامل شغل كبير جدا مع واتفورد. مين هو مانشستر يونايتد؟ مع ايفرتون، مع ايفرتون 0-0، الناس مش راضيه عن اداء مانشستر يونايتد، لكن دايما ماتشات ولفرهامبتون صعبه، نونو مدرب كويس جدا، وماتش كان صعب على مانشستر يعني. توتنهام حسن ماتش طبعا نتيجه غير الاجواء خالص، غير سير اللقاء خالص، مانشستر سيتي شايط تقريبا 15 كوره على المرمى، منهم 3 4 اهداف محققه، بينتي ضايع، توتنهام ما شاطش غير كورتين جاب جونين يعني، فتوفيق رهيب، كوره محتاجه توفيق على فكره يعني، الطبيعي في الماتش ده 2-0 الشوط الاول، او الماتش خلص 2-1 3-1 لمانشستر سيتي، بيطلع 2-0 توتنهام عكس سير اللقاء تماما. حاله مانشستر سيتي في حاله غريبه جدا، لعيبه كتير بره مستواها، اجوان ضايع كتير قوي، رحيم سيرلينج وحش قوي يعني، في اجواء مش طبيعيه، حتى جوارديولا بعد الماتش تصريحاته كلها استسلاميه، خلاص احنا فقدنا ونحاول نلعب على بطولات اخرى، مش ده مانشستر سيتي بتاع السنين اللي فاتت خالص. طيب يعني برضو فوز كلوب للمره الخامسه بمدرب الاسبوع، اعتقد ان مدرب الشهر او مدرب الشهر، خمس مرات متتاليه اول مره يعني، من اول لما جه انجلترا هو اكتر مدرب يفوز بمدرب الشهر 8 مرات، السنه دي بس 5 مرات، بصراحه ارقام كبيره، يستحق بصراحه، احسن مدرب في العالم دلوقتي. الفريق اللي هو بناه وذكائه الكبير في التعاقدات وتطوير اللعيبه الصغيره يعني، بص روبرتسون وارنولد دول من سنتين كانوا اللعيبه ما حدش يعرفهم، راح جاب روبرتسون ده من هال ب 6 مليون باوند، جاب رونالدو من نيوكاسل، طور اللعيبه دي كلها، غير طبعا الثلاثه اللي لعبوا قدامه. وبعدين ميدو كمان فكره ان هو بقاله ثلاث سنين ما كسبش الدوري وقاعد وما بيمشيش يعني، ده قالها مورينيو من اسبوعين، قال لك الناس في مانشستر يونايتد مشيت بعد ست شهور ولا بعد سنه،
كلوب قعد 3 سنين ونص ما بيكسبش حاجه، بس الناس سايبين بيشتري لعيبه وسايبين يشتغل. حافظ على فرقته ماشي، بس انا قصدي اللي هي مع اول سنه، اول سنه جه ما عملش حاجه، ولا تاني سنه جه عمل حاجه، فاهم؟ ما مشيش، كمل لغايه لما عمل فرقه يعني. تعرف شفت له لسه بريس كونفرنس بتاعه بتاع تقديمه اول لما جه ليفربول، فبيقول جمله جميله جدا لسه شايفه النهارده على فكره، بيقول مش مهم انتوا بتقولوا ايه عليا دلوقتي، لكن المهم لما اقعد هنا بعد 4 سنين انا بقول لكم ان اكيد هكون فزت بوان تايتل اللي هي بريمير ليج، ان انا هكون فزت بالدوري. فبيوريك ان هو راجل. طيب خلصنا كلامنا على الدوري الانجليزي، نروح بقى على السوبر الافريقي، الاهلي الزمالك والترجي، شايفه ازاي؟ الزمالك وهو في حالته يقدر يكسب اي حد طبعا. فريق الترجي فريق محترم. الزمالك جاهز دلوقتي؟ اه الزمالك جاهز، لعيبته كويسه. كارتيرون بيعمل روتيشن في ريسك كبير جدا في ماتشات الدوري، ولكن وبيريح لعيبه في اوقات صعبه، ولكن الشهر ده شهر مهم جدا للزمالك. تتكلم على الترجي، تتكلم على اهلي الزمالك، اهلي اهلي، ترجي 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 ترجي، في النص في ماتشات دوري صعبه حاسمها. صعبه طبعا، بس ميزه السوبر يا سيف ان هي بطوله في 90 دقيقه. صح، انت مش عايز تقعد 6 شهور تلعب عشان تاخد بطوله، هو 90 دقيقه بس. المشوار بعد كده صعب، مش مشكله. انا بكلمك الزمالك عنده سوبر وسوبر في اسبوع واحد بطولتين، انت هتلعب 90 دقيقه، مش تلعب 10 ماتشات تاخد بطوله. 90 دقيقه اللعيبه لو في 90 دقيقه دي مركزه وبتلعب صح وموت نفسها عشان تكسب بطوله في 90 دقيقه، مش صعب على نادي الزمالك يعملها، لا في السوبر الافريقي ولا في السوبر المصري. انك تلعب 90 دقيقه ودي ماتشات زي كاس، زي كاس، في فرقه صغيره بتكسب فرقه كبيره، ليه؟ عشان هي في 90 دقيقه دي كانت احسن، مش في السبع شهور. مش لازم تبقى كل السنه انت احسن، لكن في الماتش ده انت احسن هتكسب. عشان كده مش لازم زي كان وحش في الدوري فمش معناه كان يخسر السوبر، لا، الماتشات دي هو حالتك في الماتش ده، تركيزك في الماتش ده، انت عايز الماتش ده ولا لا. لو الزمالك عمل كده في ماتش الترجي وماتش الاهلي ممكن ياخد بطولتين في شهر، وتلاقي السنه ماشيه بعد كده بشكل مهم جدا جدا. لان انت انا شايف ازاك احوج حاجه للبطولتين دول ان الدوري الناس عماله بتبعد، والدوري وعنده مشكله في الدوري الكبيره، لكن دي هتخلي ناس كتير جدا ترجع تقول الزمالك جامد لو كسب البطولتين دول في اسبوع. والاهلي سكته؟ الاهلي سكته سان داونز. سان داونز يعني بص، ماتش هيبقى فيه ضغوط كبيره، لان مهما الاهلي ومسؤولين الاهلي حاولوا ان هم يفصلوا الماتش بتاع السنه اللي فاتت هتبقى مش سهله. انا شايف ان لعيبه الاهلي كلها كانت بتقول ان هم بيتمنوا سان داونز، ودلوقتي القرعه وقعتهم في سان داونز، لكن الماتش مش سهل، الماتش صعب، لان على ارضهم فرقه صعبه جدا. حازم، ماتش صعب ان فريق سان داونز فريق كوره، واحنا لعيبه الزمالك والاهلي ما بنحبش نجوا على الكوره، بنحب دايما تبقى الكوره معانا. هو راجل موسيماني عارف الحته دي، وعارف ان دايما لعيبه الاهلي عايزه تاخد الكوره في رجلها، هو بيلعب على حته ان الكوره تبقى في رجله دايما. لازم تعمل بريس قوي عشان تاخد الكوره، عشان تبقى انت صاحب القرار في الملعب. بكده يبقى خلصنا حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده من ستارز اوف فانتازي مع الثعلب والعالمي، نشوفكم على خير. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتازي.